والآن أود إلى البوابة رقم 1 والجيات جاهزة. انطلاقة موفقة أعزائي الجمهور والحضور الكريم. 13 من الجيادة العربية الأصيلة فجر مربط القاعية وتوماس لوكاسيك من وسط الجياد من الجهة الخارجية، ابن مجد العرب أحمد حسن المالكي لجاني وكارلوس هنريك من الجهة الداخلية تخطف الصدارة تشينكو المهندس أسامة عمر إسماعيل الدفع وفالح بغني، محاولات من الجهة الخارجية لخطف الصدارة والجواد ابن مجد العرب في الوصافة صدارة ثلاثية من الجهة الداخلية تشينكو من وسط الجياد هناك الجواد اي جي اس نجد ومن الجهة الخارجية محاولة للحاق من الجواد ابن مجد العرب خطوة بخطوة في الترتيب الرابع الجواد وكذلك وملك السيد خليفة من شايل الكواري ومتعب على الصعاق 400 متر على خط النهاية والصدارة مع تشينكو والقادم فريد شيراز حسن بن علي المطوي من الجهة الخارجية ومن وسط الجياد ابن مجد العرب ولكن تشينكو لا يزال في الصدارة تشينكو والجواد فور جيل دشيراز تشينكو ودشيراز تشينكو في صدارة المهندس أسامة عمر الدبع ودشيراز في محاولة للحق والأمتار الأخيرة والمنافسة قوية تشينكو نعم تشينكو إلى المهندس أسامة عمر الدفع والقطري فالح بغنير ونتائج المركز الثالث أعزائي الجمهور والحضور الكريم جاء بالمركز الأول الجواد رقم 11 تشينكو ملك المهندس أسامة عمر إسماعيل الدفع والفارس فالح بغنير والمدرب مهندس أسامة عمر الدفع بتوقيت وقدره دقيقة وعشرين ثانية واربع وعشرين جزء من الثاني. في الترتيب الثاني جاء الجواد رقم 4 فورجيل شيراز ملك السيد حسن علي المطوي والفارس لوكا منتيري. في الترتيب الثالث جاء الجواد رقم 6 كويذم ملك السيد خليفة بن إشعيل بن خليفة الكواري والفارس متعب علي الصعاق. وفي الترتيب الرابع جاء الجواد رقم 3 فجر ملك السادة مربط القاعية والفارس توماس لوكاسيك. وفي الترتيب الخامس جاء الجواد رقم 7 ستارلايت ديبوس ملك السيد خليفة بن إشعيل بن خليفة الكواري والفارس جي بي جامبر. ألف مبروك لأصحاب المراكز المتقدمة وحظا أوفر للذين لم يحالفهم الحظ. أعزائي الجمهور والحضور الكريم ننتقل وإياكم والزميلة ديما ومقابلة مع المهندس أسامة عمر إسماعيل الدفع. تفضلي ديما.